عندنا قبل بضعة عقود من الزمن قضيات، والقرار الحكيم ديال الحسن الثاني رحمه الله بفتح المجال أمام المرأة باش تكون قاضية أعطى نتائج ممتازة. فإذا كنا نقولوا علاش لماذا كان عندنا مجتمع تقليدي ما نحكموش عليه لا متخلف ولا ماشي متخلف، واخا كانت فيه أخطاء. يعني أنا دائما كنت سأل علاش المرأة ما كانتش كتقرا في المجتمع التقليدي بحال الرجل. فهاد الشيء هذا عطانا اون سي روندو كونت باللي كاين يعني أشياء ماشي معقول. واليوم السيد وزير العدل والحريات ما فاتي أي يشيد بالنساء القاضيات، وهو يعني غادي نحو المناصفة. أظن أنه حريص باش تكون المناصفة يعني محترمة ماتيماتيكا في المستقبل، غادي في هذا الشيء لأنه عطاو نتائج على الأقل ليست أقل من نتائج الرجال، لا على مستوى حسن التدبير ولا على مستوى يعني كتعرفوا الروح القضائية هي موهبة أكثر منها تدريب فقط. يعني فين كان القاضي كيبان له ولا ما كيبانلوش الصواب والعدل، وكذلك على مستوى النزاهة خلينا نكون واضحين. طبعا شي مرات كنضحك تنقول لهم كاين بعض القضيات ظهر عليهم الارتشاء كاين، واني باقي قلال نسبة للإخوان الرجال. لا إذا كان جسد القضاء مقدسا لا يسمح أن نقول عنه شيئا.